الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب المعتقد الصحيح للعلامة عبد السلام بن عبد الكريم البرجس رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وذكر الله تعالى المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، وكلا من المنفقين قبل الفتح وبعده، وعد الله الجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفه. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون،
وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفيهما عن براءة بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتع إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، وكان عددهم أكثر من 1400، من جملتهم أبو بكر وعمر وأثمان وعلي. ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر، وهذا إجماع الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان، ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاعتقاد الصحيح في الصحابة. وأهل السنة والجماعة لا يخلو مصنف من مصنفاتهم على التنصيص على هذه المسألة، لا يخلو مصنف من مصنفاتهم على التنصيص على مسألة الصحابة. فكل كتاب صنفه أهل السنة والجماعة في باب المعتقد ينص على الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى لزوم العقيدة الصحيحة الثابتة في حقهم، عند سلف الأمة من أهل السنة والجماعة، لأن هذا الباب حصل فيه من الخلل الشيء الكثير. لذلك نصوا على المعتقد الصحيح في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحبة في اللغة تطلق على مطلق المقاربة والمقارنة، قال الله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. أما الصحبة في الشرع فهي تطلق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، به عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فإنه من أصحابه. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة
يعتقد فيهم أهل السنة والجماعة معتقدا انطوض عليه قلوبهم. ويمكن أن يجمع ما تشتت من كلام أهل السنة والجماعة في الصحابة في أمور: أولا أن يجمع معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة في أمور: أولا وجوب محبتهم رضي الله عنهم، وجوب محبتهم رضي الله عنهم، يجب على كل مسلم أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا به من صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم، بل لأن الله عز وجل قد أحبهم ورضي عنهم، بل لأن الله عز وجل قد أحبهم ورضي عنهم، ونحبهم كذلك لما لهم من الفضل علينا، ونحبهم كذلك لما لهم من الفضل علينا. فما من خير وصل إلينا إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وقبل الدخول عليه نقول أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يعلمون أصحابهم ويأمر أولادهم ويأمرونهم بمحبة الصحابة. كان سلف الأمة يأمرون أبناءهم بحب الصحابة. جاء عند اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال، عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وجاء عند أبي نعيم في الحلية، وجاء عند أبي نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمة الله عليه، عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى أنه قال: أوثق عملي في نفسي، أوثق عملي في نفسي حبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الثاني اعتقاد فضلهم، اعتقاد فضلهم، اكتب أي رقم، اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وعدالتهم، وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأفضلها، وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأفضلها، فقد زكاهم الله تبارك وتعالى تزكية لم يزكي أحدا بعدهم. ومن ذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فترضى على السابقين الأولين مطلقا، أما من بعدهم فترضى عليه إذا اتبعهم بإحسان. وكذلك يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي
فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. يعني شخص أنفق جبل أحد من الذهب، جبل يمتد ل7 كيلو متر، كلها ذهب أنفقها في سبيل الله، والصحابي أنفق نص مد من أي شيء، هذا النصف المد عند الله عز وجل أعظم من ينفق مثل أحد ذهبا. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يعرف في التاريخ من أنفق مثل أحد ذهبا، لذلك لا يصل أحد إلى ما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث في الصحابة هي أن المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون بحسب ما جاء في النصوص، تكون بحسب ما جاء في النصوص. الصحابة مشتركون في فضيلة الصحبة، الصحابة مشتركون في فضيلة الصحبة، ولكن بعضهم أفضل من بعض، فأبو بكر أفضل من جميعهم، وعمر أفضل من جميعهم ما عدا أبا بكر، والمهاجرون أفضل من الأنصار، ومن شهد بدر أفضل ممن لم يشهد بدر، وهكذا. فهذا التفاضل دلت عليه نصوص الشرع، ولا يفضل بين الصحابة إلا بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص الدالة على المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم. ذكرهم بالخير ونشر محاسنهم والثناء عليهم، وهذا الأمر فرع من محبتهم، فمن صدق في حبهم نشر الخير عنهم. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، كما قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى. الأمر الخامس الترضي عنهم والدعاء لهم بالاستغفار، الترضي عنهم والدعاء لهم بالاستغفار. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمر السادس بغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وبغير الخير يذكرهم والدفاع عنهم، وهذا أيضا يتفرع عن صدق محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن أبغض الصحابة فإنه يبغض. الأمر السابع الشهود لهم برحمة الله ورضوانه جملة وتفصيلا، الشهود لهم برحمة الله ورضوانه جملة وتفصيلا، لقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، لقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، ولقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.
الأمر الثامن وهو من أكرمها وأجلها وأعظمها، الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخوض المسلم فيما وقع بين الصحابة. ويعتقد المسلم أن الصحابة في الفتنة ويعتقد المسلم أن الصحابة في الفتنة مجتهدون، فأهل السنة والجماعة متفقون على أمرين اثنين في الفتنة التي وقعت بين الصحابة. فأهل السنة والجماعة متفقون على أمرين اثنين في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهما، أحدهما أن جميع الصحابة مجتهد مأجور، أن جميع الصحابة الذين شاركوا في الفتنة مجتهدون مأجورون. الأمر الثاني لزوم الكف عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. وأهل السنة يأمرون بالكف عما شجر بين الصحابة لعدة أمور. وأهل السنة يأمرون بالكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لعدة أمور، أولها أن هذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإمساك عن الكلام فيما شجر بين الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا أصحابي عرضا، لا يجعل الصحابة مادة للكلام يتكلم فيهم ويتحدث عما وقع بينهم، ومن أنت حتى ترجح بين أناس حطوا رحالهم في الجنة. لذلك لا يخوض الإنسان فيما شجر بين الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن رسلان في الزبد، قال ابن رسلان في الزبد: وما جرى بين الصحابي نسكت، وما جرى بين الصحابي نسكت. ابن رسلان في الزبد، زبد ابن رسلان تعرفونه، ابن رسلان شافعي من أئمة الشافعية، والزبد كتاب من مختصرات الشافعية. قال: وما جرى بين الصحابي نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، وما جرى بين الصحابي نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وقال القحطاني المالكي رحمه الله تعالى في النونية: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيله منهم وقاتلهم لهم، فقتيله منهم وقاتله لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، كلهم القاتل والمقتول في الجنة. عجب الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أنه لا فائدة ترجى من الكلام فيما جرى بين الصحابة. ما هي الفائدة التي نرجوها إذا تكلمنا فيما جرى بين خالي المؤمنين معاوية وبين علي رضي الله عنه، بين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين طلحة بن عبيد الله، وبين علي رضي الله عنه، وبين عمرو بن العاص، وبين أبي موسى الأشعري رضوان الله عليهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث هو أن الخوض في هذا الأمر قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه. يعني إنسان يتكلم فيما جرى بين الصحابة ثم يعتقد في نفسه أن معاوية رضي الله عنه ظلم، يعتقد أن معاوية ظلم وتعدى
وجار، فيكون معاوية رضي الله عنه خصيمك يوم القيامة والعياذ بالله. لذلك الخوض في مثل هذه الأمور يجر إلى شيء لا تحمد لا تحمد عقباه، والسلامة كل السلامة ألا يخوض الإنسان في أمر يكون سببا لهلاكه. الأمر الرابع هو أن ما جرى بين الصحابة قد دس فيه، قد دس فيه من أهل الكذب وأهل البدع بعض الآثار، ومعرفة الصحيح من الضعيف متعسرة أو متعذرة. إذن هذه أمور تجعلنا نكف عما جرى بين الصحابة. والأمر الأخير في الاعتقاد أهل السنة في الجماعة وهو التاسع، السكوت وغض الطرف عما يشعر بالقدح فيهم. كل شيء يشعر بالقدح في الصحابة نسكت عنه. السكوت وغض الطرف عما يشعر بانتقاص الصحابة، انتقاص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا وإياكم وإياهم في أعلى جنات الخلد. نعم. قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية: ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعد وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبيته وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه، قال تعالى في سياق مخاطبتهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إنما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل البيت ثبتت النصوص بفضلهم، وكل ما ثبت في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يثبت لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت محبتهم، أولا محبتهم ومعرفة فضلهم وشرفهم، ومعرفة فضلهم وشرفهم، ومن ذلك أنهم لا يغلون في أهل البيت فيرفعونهم فوق منزلتهم كالروافض، ولا ينزلونهم عن منزلتهم فيكفرونهم كالنواصب. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت أنهم يعتقدون أن أزواجه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل خاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأحزاب وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء. ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه، والولي عندهم من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال تعالى عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين. ومن كرامات الله تعالى لأوليائه قصة أصحاب الكهف وقصة مريم رضي الله عنها، عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة فأمرها الله تعالى أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا، ورزق الله تعالى لها رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وقصة آصف كاتب سليمان، وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة جريج راهب، وقصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة، فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامات والأولياء والمعجزات والأحوال الشيطانية. وهذا الباب
وهو باب الأمور الخارقة للعادة، يرجع إلى ثلاثة أنواع، يرجع إلى ثلاثة أنواع: أولها المعجزة، وثانيها الكرامة، وثالثها الأحوال الشيطانية، وثالثها الأحوال الشيطانية. أما المعجزة فالمراد بها الآيات الدالة على صدق الأنبياء، الآيات الدالة على صدق الأنبياء. ولفظ المعجزة لم يرد في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة، وهذا اللفظ يستنكره بعض أهل العلم ويقولون أنه من ألفاظ المعتزلة. وأيا يكن، فمن استخدم هذا اللفظ من أهل السنة والجماعة فإنه يقصد به آيات النبوة ودلائلها، يقصد به آيات النبوة ودلائلها. والمعجزة منها ما يتعلق بإثبات النبوة، منها ما يتعلق بإثبات النبوة، ومنها ما يتعلق بالتشريع، منها ما يتعلق بإثبات النبوة. المعجزة منها ما يتعلق بإثبات النبوة، وهذه الأولى بآيات بما يتعلق بإثبات النبوة هي دليل وبرهان على صدق النبي، كالآيات التي أجراها الله عز وجل على يد موسى عليه السلام، وكالقرآن فإنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من المعجزات ما يرجع إلى التشريع وما يتعلق بالتشريع، كآية الإسراء والمعراج، كآية الإسراء والمعراج فإنها متعلقة بالتشريع، هي معجزة ولكن شرع فيها الدين. ومنها ثالثا ما يتعلق بحاجة خاصة أو عامة، ما يتعلق بحاجة خاصة أو عامة. فما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات خاصة في نفسه، خاصة في نفسه، هي من قبيل المعجزات، كالماء الذي خرج من بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وكالحيوانات التي تكلمت معه واشتكت إليه صلى الله عليه وآله وسلم، واشتكت إليه صلى الله عليه وسلم. والفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أما الكرامة فليست كذلك، مقرونة بدعوى النبوة. أن المعجزة قلنا شنو؟ أما الكرام فلا تقترن بدعوى النبوة، شيء يكرم الله عز وجل به بعض عباده. وهناك خوارق العادات، الخوارق الشيطانية والأحوال الشيطانية، والفرق بين الأحوال الشيطانية وبين الكرامات من وجوه: أولها بين الأحوال الشيطانية وبين الكرامات هو أن الأحوال الشيطانية ترجع إلى جنس ما حرمه الله عز وجل، إلى جنس ما حرمه الله عز وجل، إلى جنس ما حرمه الله عز وجل، ولا يستعان بها على طاعة،
وأما الكرامة فإنها لا تكون معصية أبدا، وإنما يستعان بها على طاعة، وإنما يستعان بها على طاعة. يعني شخص، بعض المجرمين السحرة يقول هذه المرأة، شخص يقول له أريد أن أزني بهذه المرأة، فيأتي بتلك المرأة له فيزني بها، فهذا حال شيطاني، وهذا يسمونه ولي من الأولياء، وما هو إلا أخ للشيطان. الفرق أيضا الثاني من جهة من تجري على يديه، من جهة من تجري على يديه، فإن من تجري على يديه الأحوال الشيطانية فاجر فاسق، فإن من تجري على يديه الأحوال الشيطانية فاجر فاسق أو كافر مارد. أما من تجري على يديه الكرامة فهو ولي مطيع لله عز وجل، ولي مطيع لله تبارك وتعالى. وهناك ضوابط ذكرها أهل العلم في باب الكرامات. الضابط الأول هو أن الكرامة مرجعها إلى مشيئة الله عز وجل، مرجعها إلى مشيئة الله عز وجل المقترنة بحكمته سبحانه وتعالى، بحكمته سبحانه وتعالى. الضابط الثاني هو أن الأصل في الكرامة للصالحين أنها توهب ولا تطلب، يعني الولي الصالح نقول ما يطلب الكرامة في الأصل، لكن الله عز وجل يهبه هذه الكرامة. يعني شخص ما أكل اليوم كله، فلما تذكر الأكل يعني ما يقول يا رب أريد يعني أكلا من لحم كذا، لكن لما يتذكر الأكل يدخل عليه اللحم، يأتيه صاحبه بلحم، هذه كرامة الناس يظنونها ليست كرامة، وكما حدث لنا قبل العصر هذه لعلها أيضا كرامة من الله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث الضابط الثالث هو أن الكرامة لا تكون معصية، أن الكرامة لا تكون معصية، فما كانت معصية فإنها لا تكون كرامة جزما. الضابط الخامس والأخير أو الضابط الرابع قبل الأخير هو أن الاستقامة على دين الله عز وجل أعظم من الكرامة. كون الإنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل هذا أعظم من كرامة تحدث له وتنتهي بعد مدة يسيرة، يثبت على الإسلام ويموت على الإسلام، هذه أعظم كرامة، كما قال الشيخ الإسلام تيمية أعظم كرامة لزوم الاستقامة. الضابط الأخير الخامس والأخير لا تلازم بين الكرامة والولاية، قد يكرم الله عز وجل شخص ليس بولي، لا تلازم بين كرامة وبين الولاية، بين الكرامة وبين الولاية. نعم قد تقع الكرامة لشخص ما مطيع لله عز وجل الطاعة كاملة، أي نعم أيوة نعم. يعني عندنا كل من أكرمه الله عز وجل يعتقدون فيه الصلاح والولاية، قد يكرم الله عز وجل إنسان اضطر اضطرار لشيء، يعني شخص انقطعت به السبل فوقف ودعا الله تبارك وتعالى، دعا الله عز وجل في طريق لا تمر به السيارات فجاءت سيارة، هذه كرامة له، لكن حصلت له لأجل الاضطرار والانكسار بين يدي الله عز وجل، فلا يحكم عليه بصلاح ولا يحكم عليه بفساد، فلا تلازم بين الكرامة وبين الولاية مطلقا. لو شخص كان يكون ولي لا تكون له كرامة، لكن أما الكرامة الصحابة ما وقعت لهم هذه الكرامات التي تقع للآخرين، لا تلازم، يعني أن الولي ليس من شرط الولاية أن يكون له الكرامة، لكن الكرامة هل تكون لغير الولي؟ نعم تقع لغير الولي، يكرم الله عز وجل غير الولي تقع له كرامة. قال المؤلف رحمه الله: المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين 10.
ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشدك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن، وأصله في الصحيحين. ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ: ألا من ولي الله عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته. من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كيانة عن عظم ذنبه، كناية عن عظم ذنبه. ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتقب. ومن فارق الجماعة حل دمه. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاة والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاة ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاة، ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لحكام المسلمين. وهذه العقيدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد أطال المصنف في ذكرها، وصنف فيها مصنفا هو من عيون مصنفاته التي كتبها، وهو كتاب يسمى بمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. جمع فيه نصوص معاملة الحكام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر مع هذه النصوص عيون النقول التي تشرحها وتبينها وتميزها. معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في حكام المسلمين، أولا أنهم يعتقدون أن الله عز وجل قد أوجب طاعتهم في غير معصية الله، أن الله عز وجل قد أوجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل. ويعتقدون ثانيا أنه لا يجوز الخروج عليهم
وإن جاروا وظلموا أنه لا يجوز الخروج عليهم، وإن جاروا وظلموا حتى يكفروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والكفر البواح هو أحد شرطي الخروج، والشرط الثاني حتى تتحقق القدرة على إزالته، فإن كفر ولم يكن هناك قدرة على إزالته صبر الناس عليه وسألوا الله عز وجل أن يزيله. الأمر الثالث هو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من خرج على الحاكم المسلم فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية، صح بذلك النص. ومن خرج على الإمام المسلم وحمل السيف جاز قتاله، جاز قتاله. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة في الحاكم المسلم أنهم يرون الدعاء لولي الأمر بالصلاح والهداية مما يتأكد، وهو علامة لأهل السنة والجماعة، هو علامة لأهل السنة والجماعة. ومن علامة أهل البدع الدعاء على ولاة أمر المسلمين. اقرأ. قال رحمه الله: النهي عن الجدال في الدين 11. وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة. ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وكل ذلك في الجدال بالباطل أو الجدال في الحق بما بعدما تبين، أو الجدال فيما لا يعلم المحاج، أو الجدال في المتشابه من القرآن، أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة
وأدب المناظرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النهي عقيدة للسنة والجماعة في النهي عن الجدال في دين الله عز وجل. ومن عقيدتهم أنهم ينهون عن الجدال في دين الله عز وجل. والأصل في الجدال أنه مذموم، فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سبب عظيم للاختلاف. ولما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يختلفون غضب عليهم غضبا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بل جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجدال عقوبة من الله عز وجل، أن الجدال عقوبة من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فمن أوتي جدلا ومنع من العمل والتقرب إلى الله عز وجل فهذا عوقب من الله تبارك وتعالى. وقد جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك الجدال في دين الله عز وجل أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. والجدال جدالان، أحدهما جدال مذموم، وهو الجدال بالباطل والجدال بالحق بعدما تبين، والآخر جدال محمود، وهو الجدال لإظهار الحق وبيانه، وهو الجدال لإظهار الحق وبيانه. والأصل عند السلف منع الجدال ومنع المناظرة. ذلك جاء رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى قال: أريد أن أجادلك في الدين. قال الإمام مالك: إن غلبتني. قال الرجل: أتبع. إن غلبتني قال: تتبعني. قال: وإن غلبتك قال: اتبعتك. قال: وإن جاء آخر غلبنا قال: اتبعناه. قال الإمام مالك: يا هذا اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري. فالجدال لا يكون من أهل السنة والجماعة. والصحيح هو أن المسلمات في دين الله عز وجل لا يجادل فيها، وإنما تعلم وتدرس، يدرسها الإنسان تدريسا. نعم. قال رحمه الله: التحذير من مجالسة أهل الأهواء. 12. وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبتهم، ومجالستهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدع الخوارج. كبدع الخوارج والروافض والقدر والمرجئة. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. نقله عنه البغوي في تفسيره. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. تم بحمد الله تعالى وتوفيقه كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا، ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، وأن ينفع به عموم المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى
هذا الكتاب المبارك بالتحذير من مجالسة أهل البدع، وقد ورد التحذير من مجالسة المنحرفين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لما تلا قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فاحذروهم يشمل أمران، وقوله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم يشمل أولا الحذر من مقالاتهم فلا يستمع لها، ثانيا الحذر من أبدانهم فلا يصحبون وقد نقلت الإجماعات عن سلف الأمة في البعد والنأي عن أهل البدع، وقد أكثر أهل السنة والجماعة في نقل هذه الإجماعات. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.